بص يا سيدي، لو عايز تجيب حتت من التوفيقيه، كاسيتات على سماعات على شاشه على شويه اكسسوارات بس بسعر السنه فاتت مش السعر الجديد اللي بيقولوا عليه ان هو غلي، هتعمل الاتي واسمع مني وما ترجعش ورايا. هتيجي يوم الاحد اللي هو المفروض السوق فيه اجازه، هتنزل شارع البورصه بس تجيلهم عند دار القضاء العاري من عند ايه الفندق، وانا هقول لك الحاجات هنا بسعر السنه فاتت ازاي. احمد الجبالي من الاهرام، وقتوا قبل ما نبدا لايك وفولو حركه الاكس بلور وشيروا الفيديو دوت عشان فيها تاخد الحاجه بارخص سعر في السوق. يلا بينا. يلا بقى خد كاريكو الاسعار دي عامله كام. السماعه الواحده في الايام العاديه لو دخلت سوق التوفيقيه مش يوم الاحد طبعا المفروض اجازه، هتكون عامله 150 جنيه. دي عامله 100 جنيه، دي جديده على فكره، مش حاجه استيراد ولا لا، دي سماعه جديده فعلا. يعني لو عملنا انبوكسنج كده انت ايه، سماعة جديدة وعاملة 100 جنيه. فانت جوز سماعات حلوين قوي ب 200 جنيه اساسا لو الكاسيت بتاعك حالته كويسة. طب لو الكاسيت بتاعي عايز اجيب كاسيت، طبعا زمان كان ممكن تجيب كاسيت بلوتوز ويو اس بي وكارت ميموري وشاحن يخرج وشاحن تاني معاك غير مخرج اليو اس بي، فكان هيعمل له فوق ال 200 جنيه وشوية بالسعر القديم، فده سعره ده معرمو كمان والله كويس. مخرج والدنيا حلوه قوي وشكله شيك جدا وعامل 185 جنيه دلوقتي، مش من سنه لا دلوقتي. بس تعالى يوم الاحد وانت هتلاقي الدنيا رايقه. طب انا مش عايز كاسيت، انا عايز شاشه. طبعا حلم ان انا كنت اجيب شاشه للعربيه ده كان ممكن نقول عليه من سنه وشويه لما كانت سعرها مثلا 800، تتكلم في الرقم دوت. طبعا دي لا، شاشه فيها كل حاجة تقريبا انت عايزها، زيرو وشكلها تحفة، عاملة 600 جنيه ومعاها ريموت كمان. دي ب 600 جنيه دلوقتي، بس تعالى يوم الاحد ما تجيش في الايام العادية، وده اللغز هنا في سوق التوفيق. فدي ب 600 جنيه يا جماعة. طيب الحر صعب، الحر صعب جدا، ما عنديش تكييف في العربية بتسلق وانا ماشي، فمحتاج مروحة. المروحة دي ثلاث سرعات، حطها على تابلو، تجيب واحده عليك واحده على جنبك، الاثنين عليك زي ما انت عايز، وعامله 135 تقريبا. اشتغل على الولاعه، اسعفنا نفسنا في الحر. طب التراب كتير والتراب بيخش العربيه والدنيا معايا بتتبهدل، مكنسه. اشتغل على الولاعه، سبع سرعات. عارفين اللي تشوفوا اعلاناتها على النت والكلام دوت والدنيا وبتاع وتحسها بقى ايه، هتجيبها ب 400 500 جنيه ودي معاها اكتر من قطعه كمان. فرشه يعني، معلش هنا معاها فرشه ومعاها، قرب الكاميرا كده يا اشرف، معايا اشرف اللي بيصورنا عشان اشرف مش عايز يطلع معانا في الكاميرا، ماشي. فمعاها ده للاماكن الضيقه بين الكراسي، دي واحده ثانيه، ودي فرشه عشان لو هتاخد حاجه من الارض، وده خرطومها. ده غير ان هي دي اللي بتشوف اعلاناتها كتير احنا اصلا في فيديوهات. اشرف انا مش هقول سعرها للناس عشان مش هيصدقوني، قول لي انت كده بصوت عالي سعرها كام؟ 165. 165 ماشي يا اشرف. فانت حل التراب بقى، وانك والله تدفع في البيت كمان يا اشرف، اقسم بالله والله. فدي 165 جنيه، انا ما بكلمكش على سعر من سنين فاتت، انا بقول لك بس انك هتيجي توفيق يوم الاحد يوم اجازه السوق، ما تشغلش بالك بالباقي. طب ليه بقى؟ عشان انت متابع الارام اوتو ولازم اجيب لك ارخص حاجه فعلا، وسيبك من غلاء الدولار، هجيب لك حاجه من سعر السنه فاتت حرفيا. كان معاك احمد الجبالي.